مستشرق المجري اللي تمنى يعيش 100 سنة عشان يقدر يخدم القرآن واللغة العربية. اتولد الأكاديمي جولا جيرمانوس في العاصمة المجرية بودابست عام 1886 في أسرة مسيحية متدينة. بسبب نبوغه وحبه للغات تعلم اللغة الألمانية والفرنسية واللاتينية وهو صغير. دخل الجامعة وتخصص في اللغة والأدب التركي وسافر اسطنبول عشان يقدر في سنتين بس يتقن اللغة التركية. بدأ يقرأ عن تفاسير للقرآن الكريم لأول مرة من مصادر إسلامية. اكتشف كمية أكاذيب ومغالطات وتغيير الحقائق كان بيكتبها المستشرقين عن الإسلام. رجع بودابست وحصل على الدكتوراه عام 1908. بدأ يتعلم اللغة العربية وبسبب حبه ليها سافر مصر عشان يدرس في الجامع الأزهر وتعين أستاذ للغة العربية والتركية والتاريخ الإسلامي في الجمعية الملكية المجرية للدراسات الشرقية في بودابست. سافر الهند عام 1929 عشان يدرس التاريخ الإسلامي، وفي عام 1934 في جامع شاه شيهان بنيو دلهي أعلن إسلامه وغير اسمه لعبد الكريم. قبل ما توفى قال نفسي أعيش 100 سنة عشان أقدر أخدم القرآن واللغة العربية.